نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الخروج مفاجئ من تطبيق انستغرام. قم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول الأسفل والضغط هنا على تطبيق انستغرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق انستغرام. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدونه هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم انستغرام. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة.